أعزائي المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. هذه هي الحلقة الثانية التي نتناول فيها مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر رفقة أستاذنا بروفيسور علي شمو. في الحلقة الماضية توقفنا مع البروفيسور حول جملة محطات من ضمن تكوين الرجل، والذي وصفه ضيفنا الكريم بأنه سوداني في مصر، يعني هو الجانب السوداني الفيه أكبر، وبالتالي يعني تناولنا عدد من المحاور، علاقته بالسودان، انتمائه للسودان، أدواره في السودان، وكنا قد توقفنا عند تكوينه أو جمع الأحزاب الاتحادية في مصر والتي خاضت الانتخابات الأولى وفازت وشكلت أول حكومة في السودان. نواصل الآن في الفصل 11 لهذا الكتاب والله معنون كيف ضاع السودان. بروفيسور مرحبا بك مرة أخرى. أهلا مرحبا. جمع الأحزاب الاتحادية ما بين رؤيتين، اتحاد أو وحدة مع مصر، في مقابل تيار آخر ينادي بالاستقلال للسودان، في لحظة مهمة، حادثة مهمة، وأنت كنت من يعني لأنك من الحاضرين والمراقبين لها، زيارة محمد نجيب لافتتاح البرلمان في السودان. للأسف كان هناك أحداث عنف وموت وكذا. إيه اللي حصل في الأمر ده؟ والله طبعا نجيب جاي لزيارة السودان بشعور بالانتصار، لأنه كان عزل قبل ما يجي. أيوة هنا صحيح. زي ما قلت لك رجعوا خالد محي الدين، وطوالي جاءت المناسبة بتاعت افتتاح البرلمان في مارس 54 طبعا. ف يعني جاي والشعب السوداني كله مهيئ انه يستقبلوا كذول، يعني انتصر في معركته مع الضباط الأحرار، وجاي للسودان بعد 30 سنة وما شاء الله. صحيح زي ما قال هو بالضبط. عدد من الحاجات بتخلي الرحلة دي كانت في نظره حتكون مهمة جدا جدا. فطبعا لما جاء هنا استقبلوا الحاكم العام أظنه كان روبرت هاو. صحيح موجود روبرت هاو. و لسوء الحظ طبعا كانت في مظاهرات، يعني ناس حزب الأمة طبعا طلعوا بمظاهرات، والواحد يقدر يقول حس انه يعني انا بتهيلي اللي حصل ليوم واحد مارس ما كان مدبر يعني انه يحصل بالشكل الذي حدث، لكن شو فورس يعني حزب الأمة كان داير زي يعني استعرض قوته ورفضه للتدخل المصري، تدخل المصري لا، وفوز الحزب الاتحادي كحزب واحد استطاع انه يكسب 53 دائره من 97 لاول واخر مره في تاريخ السودان يحكم حزب واحد. فالمهم لما جه نزل حصلت اضطرابات بعد ما اتعملت الاجراءات الاوليه في المطار، وبعدين حصلت مظاهرات وكان الحاكم العام قلق وبيفتكر انه المظاهره دي ممكن تنفلت وتحصل اشياء تؤثر على محمد نجيب، وكان بيبدي قلقه من احتلال الاتصالات بالتلفون، طبعا مش زي تلفونات طبعا قديمه ديك ايوه يا الحاصل شنو كذا. فالمهم اللي حصل زي ما بيقولوا، ورجع محمد نجيب دون بيتنا طبعا، ورجع ثاني يوم والغيت الجلسه بتاعت هو بيتهم الانجليز. لكن ايوه هو الناس يعني الحكايه دي فيها غموض شديد، فيها غموض. وطبعا في ناس من حزب الامه حكموا طبعا بالإعدام وبالمؤبد، لكن خفضت الأحكام دي فيما بعد، وربنا يعني صرف الموضوع ده. كان ممكن يعطل الاستقلال نفسه، لأنه دائما عندهم تعبير كده بيقولوه إنه لو حصل كذا الانهيار الدستوري لو حصل انهيار دستوري يعني للحاكم العام الحق exactly. في تعطيل الاستفتاء على الدستور يعني الاستقلال. زي يوم مارس ده، زي اللي حصل في مريدي، زي أيوة كل هذه أيوة. كانت ممكن صحيح تشكل صحيح انهيار دستوري. طيب إذا تكلمنا عن دور محمد نجيب في تجميع الأحزاب لابد أن نتكلم عن دور صلاح سالم. نعم طبعا صلاح سالم في دي ما ظاهر صحيح، وبعدين لأنه تجميع الأحزاب دي فيها حتة ما موجودة عند الناس تاني، سودانية محمد نجيب. أيوة يعني حريص إنه دي الأهل ودي الأهل صحيح، ومعرفته للمجتمع السوداني، ومعرفته للأحزاب والناس، إنه دي لو ما تكتلوا بيضيعوا، لأنه حزب الأمة كان حزب قوي جدا صحيح، منفردا ما بيقدر
واحد منهم يتفوق عليه إلا إذا اتحدوا وأصبحوا كتلة واحدة. فدي واحدة من التالي واحدة من الأشياء. لكن عنده أدوار يمكن تسمى تخريبية، صلاح سالم في الجنوب تقريبا، لا صلاح سالم أخذ عليه كثير جدا كده. يعني صلاح سالم لاعب أول في قضية يعني تأييد أو تقوية الاتجاه للاستقلال، لأنه بدأ الغضب وبدأ يعني الخلاف بينه وبين الحزب الوطني الاتحادي، صحيح، وبينه وبين حكومة أزهري، وتدخله في الجنوب وتدخله المباشر، وبعدين تحريض بعض الجنوبيات الجنوبيين عشان ما يأيدوا الحكومة، حصل صراع، صحيح، ولدرجة إنه الصراع ده انتقل إلى بوليميكس، يعني اللي هو صراع إذاعي. يعني كانت الإذاعة بتاعت حكم السودان بترسل رسائل من مصر ضد حكومة إسماعيل الأزهري، ضد الأزهري، أيوة، وإذاعة أم درمان إنها كانت بترد، لكن الفرق إنه ديك مسموعة منتشرة، منتشرة، لكن استطاعت تسيطر على الشعب السوداني المعني طبعا بالله. الآلية دي جديدة ولا شنو؟ هي إيه بالمناسبة البوليميك سوي ده يعني في التاريخ العمل الإذاعي، يعني بذكر واحد اسمه يوجين فوستر، بروفيسور فوستر، بفتكر إنه 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 مصر غيرت الاتجاه بتاع السياسة في العالم، خصوصا في العالم الثالث، عن طريق الإذاعة، عن طريق الإذاعة، كان تأثيره كبير في الوقت. يعني يقول لك عبد الناصر has changed the course of history in Africa in the whole world. In the whole world. يعني كان عنده إذاعات موجهة بالإسباني، بسلام، إذاعات موجهة لجنوب لشمال إفريقيا، الكفاح في الجزائر، في تونس، في المغرب، كانوا المغاربة موجودين في الخرطوم، الحركة بتاعت الماو ماو، جومو كينياتا، اللي كروما، كروما موديبو، كل الناس دي، والخليج برضو، واليمن بالذات على وجه الخصوص، اليمن الجنوبي، نعم، والإمارات المتصالحة دي كلها كان بحركها، صوت العرب بحرك جزوة، الإذاعات الثانية بتحرك دي، انتباهها باكرة جدا وذكية، واستخدام ما سبقوا عليه، ما سبقوا عليه، ما سبقوا عليه أحد. يعني أي دول بتكلم عن تاريخ الإذاعة الراديو بالذات لا يستطيع أن يثبت حركة واحدة، إلا طبعا الصراع اللي حصل في الثلاثينات طبعا بين الدول المحور، أيوة، دي، أيوة، دي حاجة معينة، لكن عشان تحرر الناس وتغير وتأثر على الرأي العام وتطرد الاستعمار من الدول دي كلها يعني ده يسجل لعبد الناصر، ويعني انتبه في لحظة مهمة جدا أن الثورة أو التغيير اللي قام به لابد له من ذراع إعلامي قوي بعيد وبعيد المدى، أيوة، وبعيد المدى، أيوة، وفعلا سيطر تماما، صنع صورته وبطولته وزعامته، نعم، ودي كلهم بغلبهم كانوا عايشين في مصر، ده برضو الاستخدام الذكي طبعا، إنه الناس الموجودين، يعني مصر كانت مأوى لكل حركات التحرير، صحيح، يعني الجزائريين كانوا بن خدة والكان قبله كانوا موجودين في القاهرة، وأحمد توفيق المدني في القاهرة، وأبو مدين كان طالب، هواري أبو مدين، هو اسمه محمد بخروبة طبعاً، محمد بخروبة ده اسم الحقيقي، داي، لكن ده اسمه الحركي، أنس برقيبة كانوا موجودين، صحيح، في القاهرة، صحيح، الأفارقة دي كانوا موجودين في القاهرة، الناس اليمن الجنوبي كانوا موجودين في القاهرة، دي لمت الناس، إذا يحسب يعني يجب أن نسجل يعني، صحيح، التاريخ، صحيح. أنا أذكر الحلقة الماضية كنا نتناقش حول، أو أنا قلت لك عبارة مش عارف خارج التسجيل، إنه اللي بينظر لتاريخ العلاقات الاجتماعية والسياسية بين السودان ومصر في لحظتكم دي وبينظر لها الليلة لابد أن يصاب بالعجب، يعني إيه اللي جرى؟ لكن ده سؤال كبير عاوز أربطه مع كلام كتبه الرئيس محمد نجيب في صفحة 273، قال أنه كتب رسالة قبل هذا الكتاب اسمها رسالة عن السودان، بيقول فيها أمر مهم، بيقول إننا في أشد الحاجة إلى تلقين أحوال السودان وشؤونه كجغرافيته واقتصاديته واجتماعياته لأبناء مصر من طلبة العلم وعامة الشعب، مع أن أهل السودان يكاد الواحد منهم لا تخفى عليه خافية من أمور مصر بحكم تطلعهم إليها وضمائهم إلى الاغتراف من مناهلها ولإيمان الأغلبية الساحقة منهم بضرورة وحدة وادي النيل، وبينما لا ينقطع سيل الزوار السودانيين لمصر طوال العام يندر أن يفكر مصري في زيارة السودان أو حتى في قراءة الصحف السودانية لمعرفة أحواله،
مع ما لذلك من أثر عظيم في تقوية الروابط. وفي هذا الكتاب يقول فيه أنه أنا أخذ علينا المصريين جهلنا بأمور السودان من لغة ودين ومدنية وجغرافيا، مستشهدا هو قال بأمثلة يخجل الإنسان في كثير من الأحيان في الوقت الذي يعرف فيه السودانيين أو يكون فيه السودانيون ملمون بكثير من شؤون مصر. الانتباه هذه لليلة موجودة أستاذنا الكريم، مش كده؟ دار أقول لك أنه ده ما زال كان مقيل الآن لليلة، في عدم توازن في التوجه والمعرفة. يعني احنا بنحس بانه النهارده المواطن السوداني زي ما قال محمد نجيب الحكاية دي ظلت من الخمسينات لحد الان، لكن احنا حبنا لمصر وتطلعنا للمعرفة عن كل ما يحدث في مصر مؤكد يعني لا يمكن ان يقارن. وده احيانا بيعمل نوع من الحساسية، يعني بعض السودانيين بيحسوا بانه ديل كانه دي نظره دونيه، لانه الشخص اللي ما بيهتم بامرك ما بديك يعني صحيح. وضعك صحيح. وده برضو يعني الناس بالمجتمع المصري، يعني الواحد لما تقول له تعال السودان ما بي بيخاف. ايوه زي كانه في وحوش في الخطوه. صحيح والله انا حصلت لي يعني اصدقاء مصريين بيقول لك انه صحيح انتوا عندكم افيال وكده وتماسيح بتاكل الناس. والغريب الامر ده يا استاذنا الكريم ما بيصدر من عامه الناس. في كتاب لصحفي مصري كبير دون ذكر اسمه قال جاء في التسعينات ونزل في الجرين فيليج الخرطوم، وقال اول تحذير تلقيته ابعد من البحر عشان التمساح ما ياكلك. لما تذكر اسمه يعني ليه هو نشر وما انتشر؟ يوسف الحسيني شخص مشهور. لكن انا بفتكر ده. وبعدين انت لو لاحظت انه حتى اللي بيجوا بتتضح لهم الامور طبعا ويندهشوا جدا، لكن لما يمشي ما بقول الكلام ما بقوم باي جهد. انا بفتكر الحكايه دي يعني احنا يمكن اكثر حساسيه، لكن المصريين برضو ما عندهم اهتمام حتى بالدول الثانيه. يعني نفس الحكايه لو سالت مصر عن الجزائر ما بيعرف عنها، ما بيعرف ولا عن المغرب ولا عن يمكن الخليج لانه اختلطوا به اشتغلوا هناك عندهم بتاع. مصالح صحيح. بالسعوديه. لكن لو سالت النهارده مصري عن اي بلد من البلاد العربيه ترى بتلقى معلوماته. يعني الموضوع ده ما للسودان بس؟ لا لا الموضوع ده ما سوداني بس. لا لا يعني لكن بالسودان بشكل اكثر. وبعدين لانه احنا بنفتكر احنا واحد، وانه لو لاحظت الوضع بتاع السودان ومصر وكذا ما في فاصل. بعدين العلاقة بتاعت آلاف السنوات طبعا يعني حكايتين وده سودان وده مصر دي حدود دي جديدة. يعني فعشان كده الناس بتستغرب ليه أنا بهتم بيه وإنت ما بتهتم بيه. بيقول الرئيس نجيب قال في الحقيقة لم نفعل الكثير ليظل السودان كما كنت أتمنى متحدا مع مصر. نعم. وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة يعني يضعون السودان في ذيل قائمة اهتماماتهم ومتاعبهم. ده حقيقة. وقالوا جهرا. يعني أنا بتذكر يعني بعض الناس طبعا بيلوموا السودان يقول لك إنه السودان يعني نقص. صحيح. عن الوعد بالوحدة. الوعد أيوة. بالعكس السودان كان مع الرأي العام المصري، الرأي العام المصري في قبل تأميم القناة والبوبولاريتي أو الشخصية الوطنية العربية كاريزمية عبد الناصر. كان الشارع ضد الثورة المصرية لأنه كانت عندهم مشاكل مع مصر، كان في الأخوان المسلمين وكان في الأحزاب بقية الأحزاب الفاتت والفلاحين والصحافة وإلى آخر، لحد ما هم عملوا حاجة بسموها هيئة التحرير. جابوا واحد اسمه طعيم عشان يخلوا الشعب ده يمشي مع الثورة المصرية. هنا في نفس الوقت ده السودانيين هنا وكانوا يا دوبك في الفتره الانتقاليه أيوة. كانوا عايشين بجو مع الحاصل في مصر، فبيفتكروا انه لو هم اتحدوا مع مصر حيحكموا يجيبوا زي عوده زي عاد سنهور انضرب في مجلس الدوله. ما كانت فدي كلها نفرتهم شويه. بعدين عدم الاهتمام بمصر في حقيقه الكلام اللي قاله محمد نجيب صحيح انه المصريين بيفتكروا السودان عبء عبء اي والقضيه بتاعته دي، فلذلك عايزين يخلصوا منها عشان يمشوا للقصه بتاعتهم هم مع الانجليز بتاعت الجلاء. اه ايوه فلذلك قدموا الحكايه دي ووافقوا.
وبعدين هم يعني عبد الناصر كان يعني واحد منهم قال لعبد الناصر حقه تمشي هناك وتعلن استقلال السودان. هاي من جوا البرلمان. فالمسألة احنا لا نلام. انا ما بقول الكلام ده دفاعا عن السودانيين، لكن في وقت من الاوقات يعني المجتمع الحاصل والحراك السياسي الحاصل والقيادات الموجودة في مصر ما كان عندها اعتراض على موضوع استقلال السودان. درك لك كلامك استاذنا الكريم. قال نجيب طلبنا من حسين ذو الفقار قبل فوات المهلة، هي مهلة موضوع الاستقلال مفاوضات يعني، أن يعد لنا مذكرة بشأن السودان، وعندما انتهى منها طلب منه صلاح سالم أن يطبع على الرونيو لتوزيعها على أعضاء المجلس، فذهب حسين صبري إلى أمين شاكر وطلب منه طبع المذكرة، فانزعج أمين شاكر من حجمها قال لي كل الورق ده، فرد عليه حسين صبري يعني هي مشكلة السودان بتتحط في سطرين، فقال أمين شاكر اختصرها شوي، وعندما رفض حسين شاكر يعني قال لي أمرا لله، يجي يقول عبارة مهمة جدا جدا في المذكرات، أنه قال صلاح سالم السودان ضايع. يعني القناعة دي الرسخة عبد الناصر مش كده يعني، عبد الناصر كان تقديره أنه ما عاوزين السودان خلوه كلهم ناصر وسادات والمجموعة دي. الناس اللي ما أعرف السادات، لكن الناس كانوا واضحين جدا، ناس بغدادي وناس مين والجماعة دي ما عاوزين، ما يعني الغالبية في المجلس ما كانت عايز تخلص من الموضوع ده وشو الموضوع بتاعهم. طب ليه في النهاية يو حملوها لنجيب؟ قال لي أنت مسؤول عن انفصال السودان. هو حمل اليوم يعني ده طبعا نوع من الحرب على نجيب. لكن هم عارفين يعني هو السودان ما كان أولوية يعني، حتى في القائمة بتاعت الأولويات بتاعت الثورة المصرية ما كان أولوية، حتى برغم مياه النيل. لا لا ده عجيب، لا يعرف انه تفكير خطا ده ما كان وارد اصلا. يعني في القصه بتاع الحكايه دي صح زمن قال ده كان هاي. في زمن ما قامت الثوره في 52 لحد 54 قبل 54 طبعا ده عزلوه، لا عزلوه بدل استقلال الحكم الذاتي، لكن الكلام ده حتى قبل توقيع الاتفاقيه. الاتفاقية ما توقعت 53 13 فبراير 53 تصور الحكاية دي كلها حصلت في 3 ولا 4 6 شهور. هاي زمن وجيز جدا، هاي حكاية الاتفاقية بتاعت السودان صحيح التفاوض يعني. ليه في الأمر ده دائما بيتم الإشارة للزعيم إسماعيل الأزهري بأنه تعبير نكصة ده، أنه اللي تراجع عن قناعات جماعته السياسية أو قناعات الأحزاب الاتحادية أزهر يتحمل مسؤولية عدم الوحدة مع مصر؟ والله ده ظلم. ظلم. يعني أنا كنت بغطي، أنا لما جيت طبعاً في الخمسينات يعني لما جيت اشتغلت في الإذاعة بعد ما جيت من القاهرة، كنت بغطي كمندوب لقسم الأخبار في الإذاعة. يعني شهدت الرحلات بتاعته دي، زي الرحلة من هنا للجزيرة ورحلة الانفاشر والأبيض والجنينة. الرأي العام بقى خطير جدا جدا، لأنه الأمور اتطورت كثيرة والحراك السياسي في مصر وهنا وبتاع، فالناس الترند بتاع أو الاتجاه بتاع الاستقلال ده تبلور عند الناس، فبيجوا الناس يطالبوا بالاستقلال. وأنا أتذكر يمكن أول جملة اتقالت في منتدى أو في ليلة سياسية اتقالت يوم 25 مايو 55 في النادي الأهلي في الجنينة، وانا اللي كتبتها الخبر بيش لك انه يعني حكايه الاتجاه بتاع الاستقلال ده خلاص بيجينا على الاستقلال يعني مع الاستقلال. مع الاستقلال، لكن ما قال انا حاعلنه من هنا، دي طبعا عندها موضوع اخر. هم بيقولوا قطع الطريق على السيدين وراح البرلمان طوالي وفاجأ الناس انه الاثنين الجاي انا حاعلن الاستقلال. قال يوم الخميس 15 واعلنوا يوم الاثنين 19 لكن الجو كان مهيأ. ايوه، لانه الكلام اللي بيقولوه المصريين ده والكلام اللي بيقولوه الناس في المظاهرات. وبعدين حتى الضباط بتاع القوات المسلحه بالمناسبه كان اسمه الجيش السوداني او قوات دفاع السودان، كان فيه ضباط عندهم راي بالمناسبه. انا اطلع فاصل قصير جدا واجي، لانه اللحظه دي فيها تشويش كده، في تهم للسيد اسماعيل الازهري في راي محمد نجيب بانه بسبب اقصائي السودانيين قالوا مش عاوزين، في سبب ثالث بانه خافوا من حكومه عبد الناصر. في ثلاثه عناصر، في وانت الان فصلت انه الراي العام بات اميل لاستقلال السودان. نعم.
ذكرت قبل الفاصل الجيش. نعم. كان رأيه شنو الجيش؟ هم كانوا هي قوة الدفاع السوداني. قوة الدفاع السوداني. أي. وكنا نسمع بأنه دار سلاح وعبد اللطيف عدد من اللواءات والعمداء ما كان طبعا في فرق غير عبود بس لا مش عبود في أحمد محمد أحمد محمد. لكن النادي كانوا ميالين برضو للحكاية ما كانوا قوة يعني سياسية لكن ميل كفصيل من الفصائل الموجودة كانوا بيميلوا الناحية بتاعت الاستقلال يعني بعدين كان في الأحزاب الثانية دي كلها ما عدا محمد نور الدين يعني الواحد يذكر ليه ده أصله لم يتراجع الوحدة بس أصله ما اتحاد كمان ما واحدة وكان زعلان جدا طبعا طول الفترة دي حتى يعني تصويته للبرلمان مشى مع الناس لكن ما كان رضيان إطلاقا بأنه السودان يستقيل طبعا زي ما قلت لك ده والرأي العام ومصر ذاته وبعدين الخوف من أنه السودان لو اتحد مع مصر يحصل اللي كان بيحصل في مصر والناس يجب أن تفرق مصري يعني عبد الناصر ده طبعا من أعظم الناس يعني لكن في فترة من الفترات ما كان popular مشهور اللي هي الفترة دي لحد تأميم القناة حتى عبد الناصر أصبح زعيم الأمة العربية يا 56 أيوة لحد خطابه في الأزهر في الأزهر أنا هنا موجود في القاهرة ولادي موجودون معاكم في القاهرة ما طلعتهمش برا ومش هطلعهم برا وأنا موجود معاكم هنا في القاهرة هنقاتل زي ما قلت لكم بارح لآخر نقطة دم لن نسلم أبدا بنبني بلدنا بنبني تاريخنا بنبني مستقبلنا هيكون شعارنا دائما الله أكبر الله يقوينا والله ينصرنا نعتمد على الله وعلى أنفسنا صحيح. في أكتوبر 56 حتى يعني اتضح أنه هو زعيم العالم العربي والعالم الثالث واكتسب هذه الشهرة يعني هل تقدير الرئيس محمد نجيب أنه إقصاؤه عامل من عوامل رفض السودانيين للوحدة؟ بالتأكيد شوف أنا يعني أقول لك بأمانة يعني الشعب السوداني ده كان مع نجيب ده حقه وبيفتكروا أي حاجة كانت لما يعني نجيب لما طلعوه قبل ما يجي هنا في مارس وبعد ما تاني طلعوه واعتقلوه كان الشعب السوداني يعني مكتئب جدا جدا وبيفتكر إنه دي معاملة ما حقه تحصل من الثورة المصرية لزعيم زي نجيب وإنه ما حصلت له إلا لأنه نجيب ده سوداني يعني استهدف لأنه سوداني قرئت كذا أيوة كان في تعاطف شديد جدا حتى في قصة شهيرة أنه تم القبض على خضر حمد لأنه شايل له قصيدة لأحمد محمد صالح أحمد محمد صالح لكن ده حصلت أي ما كنت غدارا ولا خوانا كلا ولم تكو يا نجيب جبانا طبعا أحمد محمد صالح لما نجيب حصلت له الإقصاء فعمل قصيدة و يعني انت مع الراي اللي بيقول انه كان راي الضباط الاحرار انه السودان ده عبء يجب التخلص منه اي والله ده يعني لكن امر بيقرا بشكل عجيب او بشكل مختلف مع ان السودان عبء لكن عايزين نعمل وحده مع سوريا ده تناقض ده الناس ده موضوع النقد مش عندنا يعني ايوه حتى نقد عندك يعني انت مثلا وده حصلت بالمناسبه معانا حكايه سوريا دي معانا في حكايه نجيب دي وحكايه ميثاق طرابلس طرابلس يعني كيف تخليك دولة متحدة مع ناس بينك وبين بلاد ثانية ايوه بحر وبلاد بينما انت هنا متصل طوالي فكانت مستنكرة جدا ومش كده كان يعني ألحوا والحاح شديد عبد الحكيم عامر قام بكذا زيارة لسوريا سوريا والقوات اللي كان يعني هم سعوا لسوريا في الوقت اللي تركوا السودان لم انا قرات في مذكرات سامي شرف او السكرتير المعلومات للرئيس عبد الناصر ما كان يرسل عبد الناصر من خطابات الى اصدقائه في مصر يبان وجوده في السودان السمه يعني الغالبه في الخطابات دي انا ما عاوز اقول شتيمه ولا كده لكن يعني مش شتيمه للسودان لكن يعني ده بلد ضعيف فقير لا يعول عليه
وكأنه منفي يعني وكده. هل يمكن عندنا ظلال؟ لأن الناس كلهم يشتغلوا في السودان بمناسبة. أيوة كانوا قاعدين في جبل أولي. صلاح سالم ده في سواكن ولا هو في الشرق ولا كده؟ أفتكر اتولد. اتولد كمان هناك. هي طبعا ده بيرجعنا قبيل للكلام. نحن نتكلم عن العلاقة بين السودان ومصر. ومصر يعني في أسر كبيرة جدا يعني. أيوة. مرتبطة بالميلاد، مرتبطة بالزواج. هو صلاح سالم ده مولود ده. صحيح. مولود هنا في السودان. كثير من الناس الكبار ديل يتولدوا او عملوا جابوهم او عملوا في السودان. ايوه. فانا دي حقيقه بامانه ما اطلعت على رايه، لكن اللي اعرف هو ما كان متحمس للسودان كثير. ما كان متحمس يعني، لكن ما اعتقد، ما قريت حاجه. لكن دي نقطه عاوزه تحليل وبغيت هذه وما مستبعده. ما مستبعده طبعا. انه الناس بتاع الضباط ديل طبعا ما كانوا عايشين في جبل اولي. ايوه. احنا عندنا مجموعه من الناس المصريين بيجوا هنا طوالي اون اوف، يعني بيكون عندك ضباط في القوات المصريه بيكونوا في جبل اولي، بيكون في عندك ناس في الري بيكونوا في ملكال. ايوه. بيكون عندك ناس في الري المصري بيكونوا هنا في السودان في مصالح كبيره جدا. فالعلاقه دي بتاعت النيل والعلاقه بتاعت الجيش بتخلي بعض الناس يجوا ويمشوا بشكل مستمر. فدي كانت واحده من الحاجات الرابطه الصلات بين الاثنين. المذكرات تصور الرئيس عبد الناصر انه شخص يعني انا ما ادري اقول خبيث، لكن يلعب ادوار بالخفاء لصالح تعزيز سلطته، وديكتاتوري لا يقبل ان يشترك معه احد، وموصوف باوصاف المذكرات بانه يصور لمن يقرا المذكرات بانه عبد الناصر شخص يعني زي ما وصفته الان يعني. هل انت بتتفق مع توصيف نجيب لعبد الناصر؟ انا بتفق انه عبد الناصر شخص قوي لكن خبيث له. وبعدين بفتكر عبد الناصر قوي للدرجه لانه بيواجه اي شخص من الناس، ما عنده ذول يخاف منه ولا في ذول، هم اللي يخافوا منه. هم يخافوا منه يعني. ما في يعني الناس كانوا بيتكلموا دائما عن جمال سالم بيفتكروا. أيوة. ذول عنده جرأة ممكن يتكلم، لكن ما سمعنا اطلاقا انه عبد الناصر ده في ذول بيخوفه ولا في ذول ممكن يتعرف. بالعكس هم كانوا يحترموه جدا ويحترموا قيادته جدا، وبعدين كان اشطر من زملائه. ايوه. ده بالضبط بذكرني بصدام حسين يعني. أه. صدام حسين ده من الناس اللي زعماء اللي هو اشطر من مستشارينه. يعني هو ما محتاج لهم. لا 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 يعني اذكى منهم. اذكى منهم. فعبد الناصر كان واحد من الناس دي من الشخصيات القويه جدا. لم نسمع اطلاقا انه في ذول لانه بيقول لي يعني عبد الناصر خدعني، غشاني يعني، تآمر علي، تخلص مني كما تخلص من بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة. طبعا ما خبث بمواجهات. يعني في فرق بين انه انا بشيلك يعني. لا ما قال، كان هو قاعد في مكتب يعني، انا بطلع من مكتبي بلقاه مجتمع مع السفير الامريكي، بطلع من بعرف انه بيتخذ قرارات بعيد، بعرف انه يتآمر مع بقيه اعضاء المجلس لاسقاط قراراتي، يعني في تكتيك كان بيمارس ضد نجيب. والله انا جايز. انا طبعا لسه في وضع يخليني يعني احكم على القصه دي، لكن انا شايف انه الوضع كان رجل قوي جدا، اقوى من ناسه بكثير، لدرجه انه ما محتاج انه يتملق ذول ولا يتآمر ضد ذول، عنده بيشيله طوال. وهم بيهابوه برضه. محمد نجيب طبعا تم اقصائه في 54. نعم. كان مصيره شنو ثاني بروفيسور؟ حصل شنو؟ ما اهمل طبعا، اترمى يعني. اترمى او اعتقل. هو اعتقل ويعني حاصروه في فيلا. في فيلا اي. ومنعوا منه اي حاجه. يعني عمل معاملة. هقدر اسمع منك ايه تقديرك للمعاملة؟ والله معاملة سيئة جدا يعني اللي بنسمعه انه حتى بعد ما سمح للناس بعد وقت متأخر جدا بالزيارة وزيارات محدودة، انه كان بيعامل اقل من معاملة البني ادم العادي يعني. محروم اي من اي حاجة يعني. ظلم يعني. يعني خالص. ظلم خالص. اي ولذلك الواحد يعني بيزر لو عنده مرارات يعني. لا هو واضحه الراجل في سنه دي ورجل
يعني مناضل ورجل ضابط ورجل رئيس دولة ورجل أشياء كثيرة جدا. لو شعر بمرارة شديدة لدرجة بعدين ترميه كده يا أخي أنت خليه يعيش عيش كريم أنفيه بر البلد ودي البر البلد أو حتى جوا البلد وديه أسوان وديه أي حتة جيبوا السودان. لكن ما هو متهم بمحاولة الانقلاب على السلطة ما عنده ما خلاص السلطة وصلت مرحلة بيت الانقلابات في مصر ما زي عندنا يعني صعب جدا صعب إنه زول يعمل انقلاب صعب. يعني هو اتهم بأنه بدأ اتصالات سرية مع الوفد أو هناك علاقة مع الأخوان وكذا. يعني هو بيقول أنه تم صناعة صورة لأبدو خائن للثورة وأبدو متمرد عليها وبالتالي يستطيع التخلص منه. لو هو رأيه من أول حاجة أنه هو مع هو بيفتكر أنه الحكم العسكري أو الثورة دي عندها فترة زمن معينة الناس ترجع للأحزاب الديمقراطية والأحزاب ولذلك اتصالاته مع ناس الوفد وكذا ما حاجة غريبة. يعني هو لدرجة قال أنه حادثة المنشية الشهيرة اللي بموجبها تم التخلص من الإخوان مفبركة غير حقيقية. دار كلام كده لأنه ده عشان يدوا الناس سبب يقدروا يتخلصوا من الإخوان. أنا ما استبعد زي ما قلت لك تصوير لعبد الناصر مش كمان يعني يقف عند حد إقصائه بل يمتد إلى أبنائه اللي واحد منهم مات يعني والتاني رفض من وظيفته وأن كتب التاريخ تعمد أن لا يكتب أن أول رئيس لمصر كان نجيب. نعم بالله الأمر ده كان بالدقة. أي والله هو تعرف يعني كل مجتمعات عندها طريقة في التعامل مع الناس لكن التعامل مع نجيب كان قاسي جدا. قاسي ما يستحقه أبدا يعني ده يستحق أن يكرر يعني دول بتاريخه بنضاله يعني سيبك من أي حاجة رجل كمحارب كرجل كبطل رجل كسائر رجل عنده أخلاق ومثقف بالمناسبة رجل واعي جدا طبعا مقارئ طبعا صحيح ومتعلم صحيح. يعني متعلم جدا فعلا يعني ما بيستحق كده. بعدين الرجل لما يكبر في سنه زي ده عامله معاملة يعني هو طبعا عبد الناصر زي ما بيقولوا في ناس بحرشوا يعني الناس اللي بيكونوا جنبه يعني دائما أو أحيانا الناس يعملوا حاجة بدون ما هو يكون عارفة الحكاية بتاعت الاستخبارات والحكاية بتاعت السجون والضغط على الناس اللي بيسخروا من السلطة صعب جدا. حزن السودانيين زعلوا جدا من تحديد الإقامة لنجيب وإقصائه من المشهد السياسي. أي والله زعلوا حزينين أي يعني بالمناسبة ده كان له تأثير كبير جدا دي يعني الأول مرة يمكن دي من الحياة القليلة جدا اللي هي العاطفة تأثر في السياسة يعني العاطفة تأثر في حياتك كثير جدا يعني لكن مؤقت لكن تصل إنك في قرارك السياسي أيوة. تأثر بالعاطفة ده كان بسبب نجيب أو تحرش عليك الشارع على الأقل ده بسبب نجيب. أيوة أنت كان تقديرك شنو لما نقصوا نجيب كنت بتعاين كيف للمشهد؟ ما كنت سعيد انا زيه زي سودان ما سعيد ايوه انا طبعا يعني نجيب ده بالنسبه لي بيمثلني يعني سوداني وبيدافع عن حقوقي ورجل مناضل ورجل كذا ما عندي سبب يخلينا يجيب ضده يعني الصراع ده صراع بينهم وانا في فكر ذاته صراع ما كان لمصلحتهم يعني نجيب ده كانت مواقفه كويسه الرجل عايز يحكم مصر لفترة معينة كثورة وبعدين يرجع ديمقراطية الحكم الديمقراطي وأعلنها وما داس الحكاية دي وكانت بتتناقش في المجلس ومعروف ده التوجه بتاعه يعني نجيب نفسه ما كان حيستمر طول المدة دي رئيس لمصر تحت حكم عسكري كان ديمقراطي بالتأكيد ودي يعني ما مصنوعة يعني على عكس عبد الناصر ومجموعته أصلا ده لا يساوي لحد الليلة دي أي الجيش أو مصري لا تساوم في القضية بتاعت الليدرشيب أو القيادة بتاعت الدولة 30 سنة الرجل ده حدد إقامته نعم إلى أن أفرج عنه السادات أفرج عنه طبعا أو نعم. أدوا شوية حرية بتاعت حركة وكذا وبعد أن أفرج عنه خرجت كتابات يعني هو كتب الكتاب ده أيام حكم الرئيس حسني مبارك في 84 الرواية حول السودان تظل كما هي عند محمد نجيب أنه عمدا تم التخلص من السودان بواسطة عبد الناصر آي ويتنس
وشاهد عيان وصانع للقرار. يعني انت منو اللي بيقدر يغير قائد نجيب؟ هو كان الحاكم صحيح، وهو الوضع الاتفاقيه على الاتفاقيه بتاعت الوفد اللي مشى يفاوض مع رالف ستيفنسون بتاعت 53 دي، هو المفاوض وهو اللي وقع وهو اللي نفذها، لانه استمر لحد ما جرت الانتخابات وحصل ما حصل. انقطع صلته بالسودان بعد ذلك؟ ما جاء كله نهائي. النهائي هو يعني مما طلع من السودان جاء 24 ساعة للأول مارس افتتاح البرلمان ورجع تاني ما جاء. تاني ما جاء وما بخلوا يجوا، ما بخلوا يعني، لا يعني كان أفضل اليوم أحمد نجيب ده لو سألته بعد ما طلع يقول لك أنا عايز أرجع السودان أعيش في السودان. ذكرتني حقيقة أنا قريتها قريب في دار الوثائق، طلب تقدم به سنة 57 الصاغ صلاح سالم لحكومة السودان للسماح له بإقامة شركة في السودان وأن ينتقل الاستقرار في السودان. صلاح سالم نفسه. صلاح سالم نفسه. أيوة. الخبر ده في دار الوثائق سنة 57، فكان ملفت لي جدا أنه كان عودة كده الرجل ده، لأنه ناصر حدد إقامته برضه. نعم. مش منعه من الحركة. أيوة. فبرضه فكر كان يجي راجع السودان. برضه صلاح سالم بيختلف عن الناس الثانية زي ما قلت لك، ولد هنا عندنا. ولد. وتولى موضوع السودان، وعرف السودان ده بصلاح سالم ومسك الملف في ثورة يوليو، وكان أول وزير لوزارة شؤون السودان. فبيفتكر إنه ملاذه إيه السودان، إن السودان تريتاير. الملفت في الخبر أكثر لما تقرأ الخبر، بقية الخبر في دار الوثائق، وقد تباحثت الحكومة السودانية ومجلس الوزراء للنظر في أنشطة الشركة التي يريد إقامتها صلاح سالم. سيسمح له في حال لم تتعارض هذه الأنشطة في أن يكون هناك سودانيون آخرون يقومون بنفس هذا النشاط. الأمريكان برضو عجيب. يعني 57 دي طبعا تكون حكومة عبد الله خليل. لو لملمنا أستاذنا الكريم مذكرات محمد نجيب تقدم لنا رواية مختلفة حول جملة أحداث من توحيد الأحزاب إلى استقلال السودان، دي الرواية الأكثر أو الأقرب للحقيقة. تمام. أنا والله بفتكر يعني أهو أنا بتكلم معك هسه عن بعض المسائل ربما أكون دقيق فيها وتكون غابت علي بعض التفاصيل، ربما أكون أنا متأثر بحيشة أشياء أنا ما مطلع عليها، لكن لما تجي تزول هو الأساس طبعا في القضية. طبعا طبعا. زي محمد نجيب ويقول لك يروي روايته، بيبقى من الصعب جدا جدا انك تتحدى تضاهيها بروايتها، خاصه حاجات بتمسه هو. صحيح صحيح. كان دقيق جدا، وكان صحيح. امين في سرد الاشياء، وحاجات كانت بالدين وهو قالها، فانا افتكر ده نوع من التوثيق او نوع من الروايات حق الانسان يحترمها وياخذها من بالزئومه زي الروايات. صحيح صحيح. من مظانه يعني المظانه الرئيسيه. من ما نستخلص في جلوسنا إليك أستاذنا الكريم، ظلم محمد نجيب. نعم. بأن حددت إقامته ولم يعامل معاملة كريمة. نعم. تم التخلص منه لحسابات صراع على السلطة يبدو. نعم. ما بين منهجين. نعم. الاحتفاظ بالسلطة عسكريا أو الرجوع للديمقراطية. نعم. السودانيون يجيلكم كان حزينا على. نعم. تغييب محمد. نعم. نجيب. نعم. صحيح. أنا فيما تبقى لي دقيقة واحدة عاوز أسمع رأيك. صحيح الموضوع قد يكون ما مباشر عنده علاقة، لكن كثير من يتناقش أستاذنا في العلاقة مع مصر. يعني بروفيسور علي شمو بعد هذه التجربة العظيمة والطويلة، يعني تصورك في كلمات صعبة أنا، لكن ممكن تقول لي كيف تكون العلاقة بين السودان والمصريين؟ على ماذا تقوم؟ هي طبعا المصالح دي في الأول. المصالح دي حكاية التاريخ الواحد الأبدية والأزلية والكلام ده خليها على جنب. طيب. لكن احنا مصالحنا مربوطة مع بعض، يمكن الظروف الحالية بتاعت سد النهضة. أيوة. والبتاع ده وضح انه الحكاية دي واحدة مصالحها مرتبطة مع بعض. احنا مدركين اكتر من المصريين. المصريين يفتحوا عيونهم بعد ده ويعرفوا انه السودان ده مهم جدا جدا. هم بيتكلموا عن الامن ومش عارف والضغط ده صحيح، لكن على الحياه وللاستمرار احنا حياتنا مع بعض، ولذلك الاسلوب في تناول قضايانا حقه ياخذ منهج جديد.
ويقوم على المصالح ويقوم على الاحترام. محتاجين نرجع التكامل؟ تعرف احنا لو انا طبعا زي ما عارف كنت في حكومة مايو لحد ما قامت الانتفاضة انا كنت بقول للناس دائما الامور كانت لو الانتفاضة تأخرت 6 شهور السودان ومصر كان بيجوا بلد واحدة. ست شهور بس. يا ريت لو تسأل أبو بكر عثمان محمد صالح مذكراته أيوة أو أي أيوة. واحد من أخوان لو 6 شهور تأخر إحنا كنا نمشي بالبطاقة. أيوة بطاقة وادي النيل. أيوة والبرلمان كان واحد والاستثمارات والتملك وال يعني كانت بقت بلد واحد حقيقة مش عاطفيا يعني هي كانت أجهزة. وده كان أنفع لنا مش نعم كان أنفع لنا كان أنفع لنا وأنفع وأنفع لهم للاثنين للطرفين. أنا والله أستاذنا شرفت جدا جلست لك في حلقتين دي من الحاجات اللي زول ما حينساه برضه في باله. أنا متشكر جدا أستاذنا الكريم. شكرا لك. شكرا. الشكر أجزله لك المشاهد الكريم. كنت معنا في هذه يعني في هذه السلسلة من حلقتين ناقشنا فيها مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر رفقة أستاذنا بروفيسور علي شومو. نتمنى أن نكون قد قدمنا بعض لمحات من هذه المذكرات ونقول دائما أن ما يجري على طاولة الوراق هو محاولة فتح الأبواب لمناقشة الكتب والتعريف بها. هذا لا يغني بأي شكل من الأشكال عن اقتناء الكتاب وقراءته بوجهات نظر مختلفة. في ختام هذه الحلقة تحياتي والفريق العامل إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.